السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عانى المسلمون في صدر الإسلام من أذى قريش، ولم يسلم منهم أحد، ولكن أذاهم كان شديدا وقاسيا لمن لم يكن له قبيلة تحميه. وأخص بالذكر اليوم الصحابي الجليل سيدنا صهيب ابن سنان الرومي. لم يكن سيدنا صهيب من مكة، ولم يكن أيضا روميا، ولكنه عربي ابن عربي، فهو من العراق، من بلاد الرافدين، ولكن الروم أسروه صغيرا وهو صبي، فعاش بين الروم وتعلم طبائعهم ولغتهم، وبعد سنين أتوا به إلى مكة المكرمة وباعوه إلى رجل من أهلها يسمى عبد الله بن جدعان. فكان أهل مكة يسمونه بصهيب الرومي لأنه أتى من بلاد الروم إلى مكة. وكان سيدنا صهيب شابا ذكيا، وكان ماهرا في أمور التجارة، حتى أن سيده قد أعتقه وجعله شريكا له في التجارة. فتحول سيدنا صهيب من عبد وضيع إلى تاجر وثري من أثرياء مكة. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به سيدنا صهيب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وأسلم، وأصبح صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت المعركة بين الحق والباطل. فلما اشتد تعذيب قريش للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب. فقرر صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن يهاجر إلى يثرب، فهل ستتركه قريش يهاجر بنفسه وماله الذي اكتسبه؟ فوقف في طريق هجرته سادة قريش وقالوا له: أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فجعلت قريش المال الذي اكتسبه من حلال عقب بينه وبين الهجرة. فماذا يفعل صهيب؟ أيختار الدنيا أم الآخرة؟ أيختار المال أم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل سيدنا صهيب عن راحلته ونثر ما في كنانته من أسهم وأمسك بقوسه وقال: يا معشر قريش، تعلمون أنني من أرماكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي منه في يدي شيئا، ثم افعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. فقالوا: نعم نفعل. فقال: أشهد الله أني تركت لكم مالي كله. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتكلم بكلمة واحدة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس فريق هم الموفقون، الذين باعوا أنفسهم وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لعظيم ثوابه. علموا وتيقنوا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فشمروا وبذلوا في سبيل الله أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم ومجهودهم وكل ما يملكون. والله لقد ربح البيع، فقد باعوا ما لا يملكون إلى من يملك كل شيء. والله رؤوف بالعباد، رفيق رحيم بهم، يكافئ على القليل بالكثير في الدنيا والآخرة، أرحم بهم من أنفسهم. ومن أقبل على الله في الدنيا أقبل عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم أن نكون من أولئك الذين شروا أنفسهم ابتغاء لمرضات الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.